السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق Introduction to Smart System and Cities اللي هو هذا أول مساق في تخصص الأنظمة الذكية. في هذا المساق يعني قبل ما نبدأ في هذا المساق بنقول لكم كل عام وانتم بخير، وبنتمنى لكم السلامة، وبنتمنى نرجع للتعليم الوجاهي في أسرع فترة ممكنة. هذا هو وضع مؤقت وإن شاء الله يعني ما يستمر لش لطويل. على أي حال في هذه الفترة احنا هنكون معكم بشكل مباشر، عنا لقاء أسبوعي يعني تقريبا بنقعد فيه ساعة بنشرح فيها الجزئيات الأساسية. هذه يعني حيكون توزيعة المادة على شكل سيجمنت بطيئة أو بسيطة، يعني سيجمنت من 5 إلى 10 دقائق، وبعد هيك بنضع هذا السيجمنت على أسبوعيا على المودل. في حيكون عندنا لقاء مباشر أنا بسمع لكم وأنتم بتسمعوا لي، بنجاوب على بعض التساؤلات في هاي، وبنطرح بعض الأسئلة أو بنشرح بعض النقاط اللي بدها شرح بشكل مباشر. بس هذه الهاي الأسبوع الأول احنا معكم حنكون بشكل مباشر نتكلم على السيلابس وانترودكشن يعني بشكل عام، مش حندخل نفصل نشرح المادة العلمية. فاحنا بنتكلم على المدن الحديثة. المدن الحديثة زي ما انتم شايفين كل شيء منظم فيها، فيش اشي متروك ل يعني بدون تخطيط، كل شيء منظم مخطط له. الان لما اتكلم حنتكلم معلومات على المدرس، معلومات على المساق، كيف احنا بدنا نعمل الجريدنج، وكيف احنا حنمشي في المساق خلال هذا الفصل. طبعا احنا هذا زي ما حكيت اول مساق لكم في التخصص الجديد، فيش له اي اشي مطلوب. التكست بوك موجود اللي هو هنا موجود على الصفحة، وهذا بعطينا فكرة عن السمارت سيتي اللي هي How rapid advances in technology are reshaping our economy and society. احنا بنتكلم على حاجة واحدة، احنا بنقول لك بشكل عام الدنيا بتتغير عندي كثير كثير كثير، فهذا بخلينا نحكي انه احنا لازم نواكب هذه التغيرات. انا اسمي حاتم العادي، انا رئيس قسم الهندسة الكهربائية والأنظمة الذكية حاليا، والمكتب تبعي في الطابق الثالث في غرفة 340، والرقم تبعي الداخلي 2871، وهذا الايميل الموجود عندي. أنا موجود عادة على الفيس، وموجود على الواتس، وموجود على المودل. يعني لو بدك تصلي بتستخدم أي واحدة من هذه التقنيات إن شاء الله بتصلي، فيش أي إشكالية فيها. الطريقة دائما بنقول خليكم متواصلين على طول، خليك متابع المادة العلمية أول بأول، وعادة عشان تتشجع لتقرأ شكل مجموعة، والمجموعة هذا ممكن تلتقي أونلاين باستخدام أي تقنية في هذا المجال، تحطوا لكم ساعة أسبوعية تلتقوا فيها لتناقشوا المادة، وهذا عملوها بس مش في المادة هاي، في المواد الأخرى. طبعا في عندنا كتب كثيرة موجودة بتناقش السمارت سيتي، تقدر تطلعوا عليها من ناحية الدايمنشن أو غيرها. أنا حطيت لكم يعني مجموعة منها، وعادة هحط لكم حاجتين، هحط لكم لينكس وحط لكم فيديوهات اللي بتوصل الفكرة هذه خلال الفصل على التوزيع الموجودة عندك على المودل. لو دخلت على المودل هتلاحظ السيلابس والتكست موجود، وحارفع لكم المحاضرات أسبوعيا، يعني حيكون عندك المحاضرات على شكل باوربوينت، وفي عندك جزئية تانية من المحاضرات اللي هي السيجمنت تبعات الفيديو. حيكون عندك إن شاء الله هومورك أسبوعي في هذا المجال، وحيكون عندك كويزز يعني كل أسبوعين أو حاجة في هذا المجال. تقريبا أنا بحب أعطي أبو 10 كويزات في الأسبوع في الفصل عشان نضلك متابع معنا. طب الكورس ديسكريبشن نتكلم عنه: In recent decade, technology has become the primary factor in driving economic growth with innovative ideas. الآن التكنولوجيا هي العصر الحديث اللي احنا بنتكلم عليها، نتكلم على التكنولوجيا لأن التكنولوجيا هي العامل الرئيسي اللي عمل تغيير في حياة الناس ككل. الآن بتتكلم انت على مساق بتكلم على
أهمية هذه الطرق الحديثة لكيف الابتكار في التكنولوجيا واستخدام يعني خلينا الإبداعات الشبكة الإنترنت الحديثة، استخدام الكوميونيكيشن والإنفورميشن تكنولوجي، كيف هذه بتأثر وبتغير في العالم. الآن التكنولوجيا هاي في معظم دول العالم الحديثة بدأت تغزو المدن، والمدن بدأت تستخدمها في كل شيء، من سواء شبكات المواصلات إلى المية إلى أنظمة الكهرباء إلى خلينا نقول مصفات السيارات إلى الحركة في الشوارع إلى الأمن في الشوارع. كل هذا بدأ موجود، هو جزء من التكنولوجيا الموجودة اللي صار استخدامها في المدن الذكية. بشكل عام أنتوا كطلاب هذا جزئية الإبداع والابتكار، الفكرة والتعابير والترند العالمي حتفهموا وتشوفوا وين احنا رايحة وكيف تخصص زي تخصصنا هذا حيغير العالم حوالينا. طبعا برضو بنخليكم من هذا انه يصير عندكم critical thinking، يعني انت بتفكر بعمق وتحليل كيف هذه بدنا نعملها، واستخدام ال qualitative and quantitative method to assess and facilitate innovation، يعني انت كيف بدك الابداع هذا تتكلم عنه. الآن بناخذ بريك وبنرجع كمان شوي إن شاء الله لنكمل في الكورس Objective.